اهلا بحضراتكم من جديد، الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا ابو حميد ازيك؟ ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ نورنا انت، نورك حبيبي. الله يخليك. في البدايه عايز اقول لحضراتكم ان خلاص الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن بدايه الدور الثاني والمواعيد الخاصه بالدور الثاني بشكل كامل. هتكون بدايه من يوم 9 مارس، اول مواجهه هتكون الاسماعيلي والجونه في استاد الاسماعيلي الساعه 5، والاهلي هيلعب يوم 11 مارس مباراته الثانيه مع سموحه هذا الموسم، مباراه الدور الثاني. واحنا فاكرين اول مباراه للاهلي هذا الموسم كان مع سموحه، وكانت مباراه سموحه كسبنا 1-0 بهدف رمضان صبحي في مستهل المشوار بطوله الدوري. ودي يعني المواعيد الخاصه بجدول بطوله الدوري تحديدا للدور الثاني. هيبقى في بس مباراه يوم 5/3، دي مباراه طلاع الجيش وانبي في استاد جهاز الرياضه العسكري، ده هتكون الساعه 5، ودي مباراه مؤجله لفريق طلع الجيش امام انبي. واعتقد احنا برده كمان لينا مباراه مؤجله مع انبي، بس مش عارف هم حاطينها فين يعني. بس احنا هنلعب برده يوم السبت انبي، ما اعرفش دي مباراه الدور الاول ولا الثاني دي يا محمد، ما تعرفش؟ الدنيا ملخبطه برده شويه. الدنيا ملخبطه برده، خلي بالك بس. طيب يعني دي مواعيد الدور الثاني بطوله الدوري المصري الممتاز اللي بيتصدرها طبعا النادي الاهلي بفارق كبير بين النقاط عن صاحب المركز الثاني. تحب نبتدي منين؟ احنا عندنا كلام كتير جدا وازمات كتير، انا عايز ابتدي معاك بموضوع القرارات بتاعه مباراه القمه الاخيره بتاعه الدوري، ما خرجتش لحد دلوقتي ليه؟ لا خلينا نبدا يعني بالعقوبات بتاعه لجنه الانضباط بتاعه ماتش السوبر. بتاعه ماتش السوبر عايز تربط ده بده؟ هربط ده بده. ماشي ماشي، انا عايز اسال سؤال. هو لا، هو مين المتضرر من العقوبات، الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي انت وقفت له اجاي ده لاعب اساسي، وقفت له ياسر ابراهيم لاعب اساسي، وقفت له كهربا لاعب ورقه رابحه بيشارك الفتره اللي فاتت بصفه مستمره. صح. في المقابل انت عملت ايه للزمالك؟ انت وقفت امام عاشور لاعب ما بيلعبش كوره من ساعه ما كارترون جه، من قبل كارترون كمان. وقفت عبد الله جمعه برده ما بيلعبش كوره من ساعه ما كارترون جه، وقفت شيكابالا برده بقاله فتره مش موجود، ما بيشاركش، بياخد دقايق قليله قوي يعني، ما بيشاركش كل ثلاث ماتشات ولا حاجه بالظبط. فمن باب اولى هو مين اللي كان ممكن يهدد بالانسحاب او مين المتضرر؟ هو الاهلي. فانت النهارده الاهلي تعامل مع الموقف بحكمه كبيره جدا. الاهلي كان مقدر موقف بطريقه كبيره جدا، حافظ على سمعه الكره المصريه وما قدرش يصعد وراح الماتش. في المقابل عندك الزمالك عمل ايه؟ مهزله. احنا كنا قصاد مهزله كرويه يعني ومشهد عبثي بطريقه لا تتخيلها. النهارده لما تشوف الكوميكس اللي طلعت على الفيسبوك ترندات، اما تشوف بقى يقول لك بيدور على اتوبيس الزمالك، يقول لك اصل كان في خناقه على اللي هو جنب الشباك، اصل الاتوبيس سواق الاتوبيس يعني نسي اللعيبه في الدرس ما راحش يجيبهم. يعني دي مهزله. قول لي بقى امير، قول لي انهي مستثمر لما يشوف الكلام ده كده كله يجي يستثمر في الكوره في مصر؟ ده انت بتتكلم في جانب تاني مهم جدا جدا. ايوه يعني. انا لما الاقي المشهد العبثي اللي قدامي ده كده كله كمستثمر او كواحد سبونسر عايز يدخل يرعى مباراه زي مباراه القمه، ايه اللي ايه الدافع اللي هيخليه يجي يدخل في المشهد العبثي اللي احنا شفناه النهارده او اليومين اللي فاتوا؟ مشهد عبثي جدا، حاجه كده يعني بترجع الكره المصريه لسنين لورا. تعالى بقى بالنسبه للعقوبات، عقوبات لجنه الانضباط. تمام. تعالى بالنسبه للكهرباء، كهربا تقرير المباراه بتاع ماتش السوبر قال لك كهربا حاله طرد مباشر. حلو. اذا كهربا جاي لك متعاقب جاهز. اوكي. من ماتشين لكام؟ لثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات. تعالى بقى نفس لجنه الانضباط دي خدت قرار ضد علي جبر وضد احمد ايمن منصور في ماتش بيراميدز، الاهلي وبيراميدز، لما الحكم ابراهيم نور الدين عمل في تقرير المباراه ان هو واحد طرد مباشر وراح تحاول الاعتداء. صح. على الحكم. خدوا ثلاث ماتشات وتخففت لماتشين. بنفس الواقعه انت اديت لكهربا ايه بقى؟ انت وقفته لنهايه الموسم، دي كارثه. حاجه غريبه كده. لا ما انا يعني الموضوع ده مستوقفني. نفس لجنه الانضباط ونفس الحاله ونفس التقرير، واحد وقفته لحد اخر الموسم والتانيين وقفتهم. ده ان ده اللي يدل على ايه؟ لا ده من وجهه نظرك لا يعني. يدل على ان اتحاد الكره الناس اللي هم بيديروا اتحاد الكره ده لا يعني في ازمه كبيره جدا، يعني الناس دي مش مسؤوله. يعني ايه الدافع اللي يخليهم ياخدوا قرارات زي دي؟ ازدواجيه، رغم ان هو علامه استفهام. قرارات شبيهه ليها يعني، قرارات شبيهه لنفس الحاله بس قرارات مختلفه. ما دي علامه استفهام كبيره جدا. دي اللي يرد عليها يعني اللجنه الخماسيه الموجوده. عندك كارثه اكبر، شيكابالا الفعل اللي عمله بيصنف وفقا للائحه فعل فاضح يخدش الحياة العام. طبعا. ماشي. العقوبه بتاعت القصه دي ايه؟ في اثنين لعيبه في مصر قبل كده اتعاقبوا بسبب القصه دي، سمير كمونة وكابتن ابراهيم حسن. واحد خد 6 شهور وواحد خد سنة. انت بقدره قادر يعني سبحان الله يعني حاجه من ضمن العجائب يعني وقفته 8 ماتشات. مع ان خلي بالك بقى الفعل اللي عمله شيكابالا هو كان اكثر جسامه
من اللي حصل في مع سمير كمونه او مع ابراهيم حسن. طبعا طبعا ده حاجه كده انا مش عارف. تمام ماتشات اقوى بكتير, أقوى يعني. بكتير. لا فوجئنا بقى بقدره قادر يعني. تمام ماتشات. انا قلت يمكن غلطانين في القرار او اتلخبطوا بدل ما يحطوا شيكابان كهربا او كهربا ما كانش كبالة, بس ما صدقتش ان فعلا يكون القرار كده. حاجه غريبه جدا, حاجه كارثيه. تاني حاجه بقى الاستاذ عمرو الجنايني انا عايز اوجه له سؤال. هو الانتماء غالب عليه. انا هوجه له سؤال, هو حضرتك رئيس اتحاد كوره ولا مشجع؟ يعني حضرتك شفت مثلا قبل كده المهندس هاني بوريده ولا الكابتن سمير زيزو الله يرحمه ولا اللي هو حرب الدهشوري شفتهم مثلا بيحتفلوا في ماتش قمه بين الاهلي والزمالك؟ لا لا. واحد مبين انتماء, واحد مثلا الاهلي كسب بيجري ولا واحد الزمالك كسب بيجري. هو انت دلوقتي انا كجمهور اهلي او كجمهور اسماعيلي او كجمهور اتحاد او كاي جمهور, انا دلوقتي رفيق صمة ما بيني وبين الزمالك بعد المشهد ده, انا ازاي يعني ازاي هثق في قراراتك في خصومه بيني وبين الزمالك؟ صح ولا لا؟ صح طبعا. فده مشهد برضو يدل ينم ان المسؤول يعني الاستاذ عمرو الجنايني انت راجل رئيس اتحاد كوره, يعني احفظ بقى يعني هويتك ولا انتمائك ده اركنه على جنب. صح. وانت في الملعب المفروض في تاني كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل برضو يعني كل فتره بيطلع يعني بياكد لنا ان هو يعني بيطلع تصريحين غير مسؤولين بالمره. التصريح الاولاني اما قال لك لا احنا فوجئنا, والله احنا كنا في ابو ظبي وفوجئنا بالقرارات, يعني احنا جينا بالليل وقرارات طلعت الصبح وفوجئنا بالقرارات. هو حضرتك لما تتفاجئ انت بالقرارات امال انا اعمل ايه؟ او الجمهور يعمل ايه؟ او الانديه يعملوا ايه؟ صح. عمل تصريح تاني كارثي برضه اللي هو دخل ابو ظبي في جمله مفيده. انت الناس كتر خيرهم, الناس عملوا حدث, الناس عملوا حاجه جامده جدا صح. حاجه كده حاجه طبعا طالب باسم مصر. الناس ما بخلوش باي جهد طبعا. ان هم يطلعوا الحدث بشكل محترم. انت النهارده رحت قلت في مداخله اصل احنا جبنا التقرير من قناه ابو ظبي او جبنا الفيديو من قناه ابو ظبي, بعد كده رحت تاني قلت لا انا جبت البتاع من مجلس الاعلام ابو ظبي. انت تدخل ابو ظبي ليه في جمله مفيده؟ الناس كتر خيرهم والناس طلعت بيان بعد كده ونفت قناه ابو ظبي, نفت ان هم ادوا حاجه لاتحاد الكوره. فانت دخلت يعني انت تصريحين غير مسؤولين ورطونا. انت ابو ظبي هتنظم لك ليه تاني بعد كده مباراه سوبر بعد ما اقحمتها في حاجه هي مش طرف فيها اصلا؟ تمام. دي حاجه. تاني حاجه في حاجه اسمها لجنه القيم والاخلاق في اتحاد الكوره. هي لجنه القيم والاخلاق دي فين؟ هم استبعدوا لجنه القيم والاخلاق خالص وعملوا لجنه اسمها لجنه الانضباط. مع ان في لجنه القيم والاخلاق دي اسمها لجنه القيم والاخلاق والانضباط المفروض تيجي تسال بقى اتحاد الكوره عن لجنه القيم والاخلاق والانضباط يقول لك لا اصل دي اتحلت. لا اللجنه ما اتحلتش, موجوده اللجنه, موجوده اللجنه دي ما بتتحلش غير بحالتين, يا اما استقالتها يا اما بقرار من الجمعيه العموميه. انت تدعو الجمعيه العموميه وتحل اللجنه دي. لا فوجئنا ان هي مستبعده خالص وفوجئنا بايه؟ بلجنه التظلمات, هي لجنه الانضباط هي المتصدره المشهد. حاجه تاني برضو بالنسبه للقصه دي, هو انت دلوقتي انت المباراه دي اصلا بتاعه 2019 صح انت طبقت عليها لائحه 2020. طب احنا السنه الجايه بقى هنطبق لائحه 2021 على 2020. يعني برضه في اللوائح قبل كده عادي طبقها. احنا هنا عندنا في الكره المصريه تحديدا سوء اداره بخصوص اللوائح يعني بشكل كبير بخصوص كل شيء. علامه استفهام ثانيه هي اتحاد الكوره تحديدا. اتحاد الكوره تحديدا هي اللجنه الخمسيه. انا عايز اسال سؤال برضه, اللجنه الخمسيه اللجنه الخمسيه نجحت في اي ملف من ساعه ما جت؟ ولا حاجه. اول ملف تم اسناده للجنه الخمسيه كان ملف مين؟ اختيار مدير الفني المنتخب. انت شفت اللغط اللي حصل عليه كان مهزله. كانت مهزله برضه, كانت مهزله. خناقات عضو عايز ناس واحد بعينه ورئيس الاتحاد عايز حد تاني بعينه وخناقه بقى. انت واقول لك على حاجه يعني تعين مدير فني المنتخب بتاع ثلاث مرات وتشال. ما انا كل الناس عارفه الكلام ده. كان واضح يعني. كان واضح. ثالث حاجه بقى هو مع احترامي برضه للناس الموجودين, هو ايه مقومات اللجنه الموجوده دي عشان ينقذوا الكره المصريه ويقودوها لحته ثانيه؟ ايه خبراتهم؟ زيرو. يعني كابتن احمد عبد الله يعني مع احترامنا للناس كلها. لا احترام, بص احنا هنحترم الناس كلها. طبعا كشخص ليه احترام يعني, يعني احنا بنتكلم على الجانب الاداري امكانيات اداريه بس. يعني ممكن البعض بالمناسبه يعني عشان ما حدش ياخد كلامنا ان احنا نتهكم عليهم, يعني ممكن البعض يكون شايفينهم موفقين والبعض الاخر شايفهم غير موفقين يعني, لكن الموضوع كله متعلق بامكانيات اداريه. الواضح بالنسبه لنا في كذا ملف ان هم ما قدروش ينجحوا في ملفات معينه يعني بالشكل المطلوب اللي يرضي كل الجماهير المصريه يعني. ده واضح بالظبط. انت في مرحله انتقاليه. انت جيت مشيت اتحاد كوره وجايب لجنه خماسيه. اللجنه الخماسيه دي المفروض ان هي تنتشل الكره المصريه في الفتره دي. تمام. وتوديها لحته ثانيه. اكيد. صح لا؟ صح. انت جبت ناس غير مؤهلين بالمره. ناس اي ملف بيسند ليهم بيطلع بالمنظر اللي احنا شفناه. يعني ربنا يستر على الكره المصريه في اللي جاي مع اللجنه دي في حاله استمرارها يعني. بس هي صعبه تستمر. هتستمر ازاي ما في انتخابات؟ لا يعني انا من وجهه نظري
ان اللجنه دي لو استمرت لحد الانتخابات لحد الانتخابات يعني هتحصل مشاكل تانية. طبعا طبعا ان هم ناس غير مؤهلين. طيب انت ابتديت معايا بكذا جزئيه، انا عايز اسالك سؤال محدد دلوقتي. اتفضل. انت قلت ان الاهلي هو المتضرر من عقوبات لجنه الانضباط. اكيد. ايه الدافع اللي خلى الزمالك انه ما يجيش يلعب مباراه القمه مع الاهلي من وجهه نظرك؟ لا دي بقى تندرج تحت بند يعني الواحد بس مش يعني مش عايز ينقي لفظ يكون لا ما هو مع يعني كامل الاحترام لكيان وجماهير نادي الزمالك، احنا بنتكلم على تصرفات مسؤولي نادي الزمالك او القرارات اللي اتخذت في الاخر. يعني انت شايف بتشوفها ازاي؟ يعني انت لو شفت النهارده لو تابعت الصحف العالميه هتلاقي احنا متصدرين المشهد في الصحف العالميه. للأسف. انت لو تابعت صوره الماتش بتاع الاهلي هتلاقي فرقه الاهلي موجوده، مفيش جمهور، مفيش فرقه. يعني ده منظر هيودينا لفين؟ هيودينا ان انت بترجع بالكره المصريه سنين لورا، وانت عايز تعظم قيمه الدوري المصري ازاي في ظل المشهد ده؟ مفيش تعظيم لقيمه الدوري المصري في ظل المشهد اللي حصل ده. وانا شايف برضو ان الدوله لازم تتدخل في حاجه زي كده. انت النهارده انت بتتكلم في سمعه كوره مصريه. أكيد. قبل كده خلي بالك حصل الكلام ده زمان، في يعني الزمالك انسحب قبل كده والدوله اتدخلت وتم حل مجلس اداره اتحاد مجلس اداره الزمالك. اتحل قبل كده بسبب موضوع انسحاب. اصل انت ماتش القمه ده امتى سنه كام ده؟ ده تقريبا في 96. ده تحديدا في الماتش اللي هو كان بعد اول خمس دقائق في طرد دايما عبد العزيز، كابتن فاروق جعفر انسحب اتحل المجلس ساعتها، كان تدخل مع ابراهيم حسن على ما اتذكر. اتحل المجلس. فانت اصل انت القمه المصريه دي سمعه الكوره. اكيد اكيد. يعني القمه دي اساسا المفروض يتعمل لها لائحه خاصه في ان محدش يعني الميعاد نلتزم بالمواعيد. يعني مفيش اي مساس القمه دي هي عنوان الكوره في مصر. اكيد صح. انت صح. جاي بقى بالمشهد العاب السادات، وبعدين ايه العقوبه؟ عارف العقوبه هتبقى ايه؟ ايه بقى؟ خصم ثلاث نقط، يعني خصم الثلاث نقط بتوع الماتش بتاع الاهلي وخصم ثلاث نقط في اخر الموسم. يا فرحتي يعني. صح ولا لا؟ انت طب ما انا كده بقى خلاص الماتش الجاي. عقوبات ماديه اخرى وعقوبات ممكن تكون اكتر من كده، منع فتره قيد مثلا طبقا للائحه لجنه الانضباط. النهارده لجنه المسابقات خلي بالك في لائحتين، لائحه لجنه الانضباط ولجنه المسابقات. طب ما ياخدوا بقى اللائحه؟ هم واخدين لجنه المسابقات. لجنه المسابقات. طب وممكن برضو ياخدوا لجنه الانضباط لان فيها بعض البنود اللي لا هو لسه لجنه المسابقات عامله توصيه. قبل ما ندخل يعني عامله توصيه بخصم ثلاث نقط بتوع ماتش الاهلي وخصم الثلاث نقط بتوع نهايه الموسم. ايه بقى ايه اللي استفدته انا بقى؟ يعني ايه اللي استفدناه من يعني احنا كده عالجت المشهد ده؟ احنا حتى لغايه دلوقتي ما استفدناش او ما شفناش القرارات ايه. يعني حتى لو هياخدوا باللائحه دي او اللائحه دي احنا عرضناهم في اول الحلقه، قلنا اللائحتين موجودين اهم يا جماعه عشان تبقوا عارفين اللوائح عندكم ايه، بس خدوا القرارات. ليه ايه اللي خلاهم يتاخروا لحد دلوقتي في اتخاذ القرارات الخاصه بالمباراه دي؟ لا هو ما قال لك ناجل بعد ماتشات افريقيا. ليه؟ عشان ما يعملوش ازمه برضو. ما دي برضو علامه استفهام. ايه الازمه اللي في كده؟ يعني ممكن يكون خوف مثلا من الزمالك. ما هو بص ما اللي حصل في المشهد ده لو ما توقعش فيه عقوبه قاسيه وتبقى عبره المشهد ده هيتكرر مره واثنين وثلاثه. فرايح دماغك يعني في الجزئيه دي. طب انت تتوقع هم يعملوا ايه؟ وهياخدوا القرار امتى؟ اتوقع ان هو بعد القرارات هيبقى هو خصم ثلاث نقط وفي اخر الموسم برضه خصم ثلاث نقط وخلاص والدنيا هتمشي واكيد مفيش حاجه حصلت. هو ده اللي انا متوقعه. ومش هتتاخد غير بعد مباراه الزمالك والترجي، يعني ممكن يوم الاحد كمان مش يوم السبت. بالظبط. طبعا هل ده شغل احترافي يعني؟ لا طبعا. لا اللي بيحصل شغل احترافي ولا اللجنه الخماسيه اللي موجوده بتدير مؤهله اصلا ان هي تدير الكوره في مصر. ما حاجه غريبه في كل الاحوال. هنترقب ونشوف القرارات هتبقى ايه. هنشوف الاداره للكره المصريه خلال الفتره الجايه هتبقى عامله ازاي غرار الفتره الماضيه، وللاسف ملفات كتير جدا فشلوا في ادارتها ولا هينجحوا في بعض الملفات، اولهم ما حدث في مباراه القمه الاخيره يوم 24 فبراير. طيب احنا بالنسبه لنا عندنا امر اكثر اهميه في الحقيقه، وهو مباراه صن داونز ومواجهه افريقيه خاصه جدا. رايك في هذه المباراه وشايف استعدادات النادي الاهلي ليها ازاي؟ قبل ما ادخل في قصه صن داونز، الاهلي في ماتش السوبر لو كان معاه نسبه توفيق او نسبه حظ وتحديدا في الشوط الاول كان الماتش ده كان خلص الماتش بتاع 2-3. ولو كان خلص الماتش ده كده مع نسبه التوفيق دي كان فايلر هيبقى عبقري، كان هيبقى فايلر هو اللي اخترع جيرالدو وحطه في الماتش ده كان مفاجاه وكان خلص الماتش، هو ده المدرب اللي احنا كنا بندور عليه. صح ولا لا؟ لكن يؤخذ على فايلر حاجه، يؤخذ عليه ان هو لقى ان اللعيبه اللي هو الثلاث لعيبه اللي قدام تحديدا عنده مش موفقين، عندهم الفينش بتاعهم برده ما فيش تركيز في نهائي الهجمه بشكل دقيق، حتى مش موفقين على الجون نفسه في الناحيه التهديفيه. فانت كان لازم تتدخل من بدري.
كان عندك وليد سليمان كان لازم يبدا على الاقل. تمام، انا بس مش عايز اتكلم على الجوانب الفنيه الخاصه بمباراه السوبر، لان احنا مقبلين على مباراه مهمه جدا مع صن داونز، فالمدير الفني ليه كل الاحترام في قراراته الفنيه، مفيش مشكله يعني، ما يعني وارد ان هو يغلط وارد ان هو بس بقول لك برضه لو كان في توفيق، لو كان في توفيق كان ماتش خلص من بدري يعني، كان ماتش خلص من بدري دي حقيقة. يعني انا بس في يعني الجماهير ما تبصش بالعاطفه شويه، بص ان انت متسيد الماتش من اوله لاخره، انت لو عندك نسبه توفيق كنت خلصت الماتش ده كتير، لعيبه الزمالك نازله مرتبكه جدا، جمهور الاهلي عنده وعي كبير جدا بالظبط، الله ينور عليك. فانت كان ممكن تخلص الماتش وتبقى فهي ظروف ماتش. نروح لسان داونز. سان داونز بقى، سان داونز من الفرق اللي هي في افريقيا اللي ما اتغلبتش ولا ماتش السنه دي في البطوله، وفي مجموعته فاز 3 ماتشات اللي على ارضه، وبره ارضه فاز ماتش وتعادل ماتشين. تمام، وكان معاه بيترو اتلتيكو الانجولي، وكان معاه اتحاد العاصمه الجزائري، وكان معاه الوداد المغربي. فكانت مجموعه طبعا مجموعه قويه طبعاً، ومجموعه صعبه. اما على المستوى المحلي صن داونز متراجع السنه دي، تراجع بالنسبه للسنين اللي فاتت له متراجع جدا على المستوى المحلي. صن داونز على المستوى المحلي فاز 12 ماتش، اتعادل 5 ماتشات، واتغلب 3 ماتشات. لو جيت بصيت للاهلي على المستوى المحلي هتلاقيه فايز 16 ماتش، ما تعادلش ولا ماتش وما خسرش ولا ماتش. تعالى تاني بقى على المستوى المحلي، صن داونز مسجل 29 هدف في 20 مباراه ودخل مرمى 15 هدف. تعالى على المستوى المحلي بالنسبه للاهلي، الاهلي مسجل 46 هدف في 16 ماتش، يعني عدد ماتشات اقل وداخل فيه 3 اهداف. فانت مقارنه بالارقام كده الاهلي في حته ثانيه عن صن داونز خالص، من كارقام في حته ثانيه خالص. الاهلي اعلى من صن داونز من ناحيه الارقام كتير جدا، حتى في افريقيا خلي بالك الاهلي اكتر فريق في افريقيا من اللي صعدوا الدور الثمانيه اكتر فريق استحواذ على الكوره. هو الفريق رقم واحد، حتى الاهلي استحواذ على الكوره بنسبه 59.6%، صن داونز بيجي في المركز الثالث. اذا انت ضارب صن داونز اصلا في القوه بتاعته اللي هي قوه يعني صن داونز بيتميز ان هو بيستحوذ على الكوره، انت اعلى منه اصلا افريقيا رغم انت صعدت مركز ثاني. صح، اعلى منه افريقيا من ناحيه الايه؟ الاستحواذ على الكوره. ومن قصه الاستحواذ على الكوره دي لو رجعت ماتش النجم الساحلي هناك، تمام، ماتش النجم الساحلي هناك انت بتطرد منك لعيب في اول الماتش، اللي كملت الماتش ب 10 لعيبه بتلعب بره ارضك، انت اكثر استحواذ من من النجم الساحلي فعلا 60%. صح، 60% استحواذ. ده الارقام دي وكل الارقام سواء محليا او بتبقى مقياس قرياً. الارقام دي مقياس طبعا. ليه طبعًا. بقى دي بقى دي بتدل على بعض، يقول لك المباراه 90 دقيقه لا طبعا مختلفة. لا طبعا هو انت هتقارن نسخه فايلر 2020 زي نسخه لاسارتي؟ لا طبعا استحاله. لا طبعًا. انت نسخه فايلر 20، الارقام دي بتاكد على ايه؟ بتاكد ان نسخه فايلر 2020 نسخه مختلفه تماما عن نسخه لاسارتي. نسخه فايلر 2020 بتلعب الكره الشامله، الكره اللي فيها استحواذ، تمام، الكره اللي هي ما تديش فرصه للخصم ان هو يلعب باريحيه، فنسخه مختلفه تماما. في المقابل صن داونز بيعتمد على ايه؟ صن داونز قوته الضربه في السرعات اكيد، وفي اللعب من 1 2 وينقل ويروح على الجول. بالظبط، صح. لذلك انت لازم تتعامل معاه لمسه ولعب على طول، لمسه ولعبه. دي حاجه. تاني حاجه لازم تضيق عليه المساحات وما تلعبش الماتش ده ضغط عالي. ان انت لعبت الماتش ده ضغط عالي مع السرعات اللي عنده هيستغل المساحات فانت لازم تدافع من ثلث ملعبك، لو ما تديش فرصه اصلا لصن داونز ان هو ينقل كره كتير. تاني حاجه بالنسبه لصن داونز، الجناحين بتوع الاهلي في الماتش ده هيبقى عليهم دور مهم جدا في قصه صن داونز. في ايه بالظبط بقى؟ في ايه بالظبط؟ جناحين لازم يدافعوا في الماتش ده زي ما بيهاجموا بالظبط. حلو. ليه بقى؟ لان انت لو سبت الظهرين اللي عندك في الاهلي لو سبتهم للجناحين بتوع صن داونز هيعملوا لك مشاكل كتير جدا. لان صن داونز قوته الضربه في الجناحين اللي عنده. صن داونز عنده الجناح الايسر عنده اسمه سيمبا زواني، تمام، لعيب جامد قوي. ده لعيب جامد قوي، ده لعيب ده خلي بالك كان بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا في ماتش مصر. صح تقريبا. ايوه كان بيلعب في 2019 اللي هو الماتش اللي غربنا منه خرجت منه. كان بيلعب في الماتش ده. اللعيب ده مسجل سبع اهداف في الدوري، ومسجل هدفين في دوري ابطال افريقيا، وسريع قوي، وصنع 6 اهداف وسريع جدا. فده لو الجناح ما بيغطيش مع الظهير في الماتش ده هيتعب الظهير، هيعاني. هيعاني. انت عندك جناح هداف وسريع طبعا، فالموضوع هيبقى صعب جدا. عندك الجناح اليمين عندهم اسمه فيلاكازا، ده برده مميز جدا، ده مسجل 4 اهداف في دوري ابطال افريقيا وصنع 9 اهداف. عدد كبير. الجناحات عندهم قوه ضربه كتير، التركيز عليها دايما، ويمتلكوا سرعات ومهاره. يعني صن داونز من الفرق اللي بتلعب كوره، صح،
فبالتالي لازم ما تعتمدش على القوه البدنيه، لا بتعتمد على الجانب التكتيكي والمهاري والسرعات وكلام والسرعات عكس بتلعب كوره يعني بتلعب كوره عكس الفرق اللي ايه عكس الفرق عكس بقى الفرق الافريقيه. فانت النهارده مطالب ان انت لا ان انت يبقى عندك ما فيش اندفاع هجومي من ناحيه الجناحات دي بالذات، لازم التغطيه اللي هي واللعيبه تبقى مركزه قوي في ناحيه التغطيه خاصه الجناحين عندنا. تمام. عندك في مهمه برضو هتبقى على السوليه وهتبقى على ديانج. خاصة ان صن داونز عنده لاعب صانع لاعب اسمه جاستن سيرينو ده اورجواني جاستن سيرينو لاعب ممتاز هو العقل المدبر بالنسبة لفريق صن داونز في الفترة الأخيرة وهو وأكتر لاعب عامل تمريرات حاسمة عندهم في الفترة اللي فاتت هو جاستن سيرينو. فأنت النهاردة مطالب إن أنت تستغل قدرات أليو ديانج في إن هو أليو ديانج بيعمل حاجة مهمة جدا. أليو ديانج بيقطع يعني بيعرف يستخلص الكور وبيضغط وبيستخلص الكورة بطريقة سريعة جدا فعلا. وبيبني هجمة بيطلع بالكورة صح انت كنت بتعاني دايما من ال ان انت بتقطع بس الباص ما بيطلعش مظبوط لا مش ما بيطلعش مظبوط كمان انت بتعاني من الديفندرات اللي هو بيقطع وما بيعرفش يعمل بالكورة بيبتدي يرجع لورا ويحضر انت ديانج انت معدلك يعني عنصر مهم جدا في الجزئية دي معدلك الحتة دي بطريقة كبيرة جدا ونفس الميزة موجودة كانت عند حمدي فتحي يعني بالظبط بس ديانج عنده قوة جسمانية أقوى ديانج ما بيملش ولا يكل خالص طول عمال رايح جاي بيقطع كورة هو خلي بالك في ماتش السوبر ديانج مستخلص أحد هو نجم المباراه هو ياسر ابراهيم ديانج مستخلص الكره 17 مره وعامل 34 تمريره صحيحه صح ديانج ما بيقطع الكره بيروح على الجون على طول وده لا وده لاعب احنا بنفتقده كتير في الدوري المصري طبعا. اللي هو بيقطع الكره وبيروح على الجون على طول فانت هيبقى عليهم دور كبير قوي السوليه وبادجي في الماتش ده وهيبقى خلي بالك دورهم مهم جدا في ان هم هيبقوا عليهم عامل ان هو يحافظوا على التوازن ما بين الدفاع والهجوم في الماتش ده فهيبقى دورهم مهم جدا. تمام. عندك حاجه تاني بقى إيه؟ لعيبه الاهلي لازم يبقوا واخدين بالهم من جزئيه ان انت بتلعب حارس مرمى برضو عملاق دينيس اونيانجو ده حارس مرمى قوي جدا فانت لازم يبقى مهاجمين الاهلي لازم يبقى عندهم دقه في الفينش بطريقه يعني انت خلاص بقى انت وبعدين ماتش مهم فانت وهنا لازم تكسب يعني لازم تجيب هدف واثنين وثلاثه فانت مش هينفع تتعامل مع الحارس ده بمنطق مباراه السوبر حلو صح طبعا فبالتالي انت لا انت محتاج دقه في الفينش محتاج حتى دقه في التصويب عشان تقدر تجابه حارس مرمى زي اونيانجو تمام كمان عندك طيب انا عايز قبل ما اكمل الحديث عن مباراه صن داونز اقول خبر مهم جدا وهو خاص بمباراه القمه الاخيره ما بين الاهلي والزمالك في بطوله الدوري. اتحاد الكره قرر اعتبار الاهلي فائزا 2-0 وخصم 3 نقاط اخرى من الزمالك في نهايه الموسم يعني بخلاف ان خلاص الزمالك كده خسر المباراه دي ما زي ما قلت لك وثلاث نقاط اخرى مع نهايه الموسم. قرر اتحاد مصر لكره القدم اعتماد ما اتخذته اداره المسابقات بشان مباراه الاهلي والزمالك المؤجله من الاسبوع الرابع لمسابقه الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك باعتبار الاهلي فائزا بالمباراه 2-0 مع خصم 3 نقاط اخرى من رصيد الزمالك في نهايه موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقه بالاضافه الى توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 200,000 جنيه تسدد لخزينه الاتحاد خلال شهر من تاريخه. وكانت اداره المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراه بناء على تقارير حكم ومراقب المباراه واعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحه المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقات. هنا هم لجأوا للائحة المسابقات وللائحة المكملة للمسابقات اللي هي خاصة بالبند رقم 30 تحديدا اللائحة المكملة للائحة لجنة المسابقات دي تم إصدارها يعني مع بداية هذا الموسم. بالتالي إيه رأيك في الخبر ده؟ شايف إن ده كافي؟ لا غير كافي طبعا بالمرة. الخبر ده أو القرار ده هيخلي الأندية تتجرأ إن هي تعمل نفس المشهد اللي احنا شفناه ده تاني. تمام. لازم كانت عقوبات صارمه اكتر من اللي احنا شايفينه ده. ده بيرسخ مبدا المشهد العبث اللي احنا شفناه
ده بيخلينا رايحين برضو في سكه ان لا اي حد بقى عايز يعمل اي حاجه يعملها. يعني حد عايز ينسحب يا جماعه، هم انسحب، هم ثلاث نقط بقى اخر الموسم وخلاص بقى كورساته. طيب كورساهم طيب تمام، فانت بقى خلاص انت الماتش ده مش عاجبك خلاص ما تروحش. يعني ما ايه ثلاث نقط مش قادر تلعب النهارده مثلا، بالظبط مش قادر تلعب النهارده خلاص، بالظبط مش قادر تلعب كوره خلاص مش مهم، فخلاص بقى يعني مش مريح النهارده. فدي مهزله. احنا بنشوف الكلام ده مثلا في الدوري الانجليزي، ليفربول كان عنده ارتباطات قد كده واجبروه ولعب واجبره يورجن كلوب ان هو يروح. هل القرارات دي كافيه لتعويض شكل الكره المصريه ومظهر الرياضه المصريه قدام الناس كلها قدام العالم كله؟ لا طبعا، ده القرارات دي هترسخ ان انت، انا كمستثمر دلوقتي هيجي هيشوف القرارات دي يقول لك ايه ده، هو انا هو انا انا لو انا لو برع ماتش القمه ده دلوقتي تمام ماشي، وجه الموضوع باظ والفئه والمشهد اللي احنا شفناه بتاع الزمالك والاتوبيس والجو ده حلو، ولقيت القرارات دي هاجي افكر بقى ان انا ارعى تاني ماتش قمه، او هاجي استثمر بقى في الدوري المصري او في الكوره في مصر؟ لا طبعا. اقول لك لا، ده كده بقى انا كده متوقع ان انا اي ماتش هروح ارعاه، ولا ماتش اروح او اي فرقه اروح استثمر فيها ممكن الاقي الفرقه الثانيه مش موجوده. الفرقه الثانيه هي قصه ثلاث نقط، ايه المشكله مش رايح الماتش؟ فده بيرسخ المشهد العبثي. يعني هم عملوا حاجه ايجابيه بصراحه دلوقتي، اول حاجه ان هم خرجوا بقرارات اخيرا، الحمد لله الحمد لله خرجوا بقرارات. ده امر كان يعني للاسف كنا مستنيينه، ما تعرفش اتاخروا ليه، فده الامر الايجابي. لكن الامر السلبي ان القرارات غير كافيه لتعويض المشهد السيء اللي احنا شفناه في مباراه القمه، واللي اتنقل للعالم كله، واللي الصحف العالميه والمواقع العالميه كلها بتتكلم عليه لحد دلوقتي، وكل المواقع والصحف العالميه بيجيبوا صوره الاهلي وهو في الملعب وفريق الزمالك مش موجود. هل ده تعويض كافي؟ خصم ثلاث نقاط مع نهايه الموسم ده كده خلاص حلو، سيبك من الغرامه الماديه 200,000 جنيه عادي، 200,000 جنيه عادي بالنسبه لنادي الزمالك أكيد. لكن الشكل والمشهد اللي شفناه، هل ده كافي لتعويض المظهر الخاص بالرياضه المصريه وبالقمه وبالكره المصريه؟ ما اعتقدش. ما تعتقد طبعا. وحتى المشهد العبثي في السخريه اللي حصلت مثلا، انت شفت انت الترندات كانت عامله ازاي؟ ترندات يعني حاجه كده لا تدل ان احنا بنلعب مثلا دوره رمضانيه مش بنلعب ماتش كوره. النهارده لما تقعد تدور على الاوتوبيس بتاع الزمالك انت مش عارف، يعني لا في التلفزيون لاقيينه ولا السوشيال ميديا لاقيينه، يقعد يقول لك لا اصل الاوتوبيس اتاخر عشان كان في خناقه على السندوتشات. صح اه والله صح ولا لا؟ او الاوتوبيس اتاخر عشان كان بيجيب اللعيبه من الدرس. هو موضوع مش موضوع سخريه، وموضوع موضوع حزن على شكل الرياضه المصريه والكره المصريه تحديدا. اكيد طبعا اكيد، ومشهد لا يليق بالكره المصريه. لا يليق، ولازم يعني الموضوع لو عدى كده لو مر مرور الكرام والله هنقف في حاجات اخطر من كده. انت بتتكلم على لجنه خماسيه امير، يعني ما سنتش ليها غير ملفين لحد دلوقتي وفشلت فيهم. ملف تنظيم ماتش سوبر طلع بكوارث، وملف تاني بتاع الماتش بتاع المهم بتاع تولي تدريب المنتخب الوطني للمدرب المنتخب الوطني، وقعدوا ودونا وجابونا 100 مره في اسم المدير الفني، وحصلت خناقات ويقول لك لا انا عضو مجلس اداره انا عايز المدرب ده، والعضو التاني لا عايز المدرب التاني، وخناقه كويس. فطبعا للاسف طيب ده فيما يتعلق بالقرار، هو قرار مش قرارات يعني الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص ما حدث في مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك في الأسبوع هو قرار فعلا مش قرار. هو قرار يعني قرار هو ده حاجة يعني متوقعينها. أنا كنت متوقع إن هم يخصموا ست نقط كمان. يعني طلعت ثلاث يعني فكرت إن هم يخصموا ست نقط غير الثلاث نقط. غير الثلاث نقط. لا أنا فوجئت النهاردة إن هو ثلاث نقط غير الثلاث نقط، يعني هم كلهم مجمل إجمالي ست نقط. كارثة. هل المشهد ده كافي اللي إحنا شفناه ده؟ يكفيه بس اللجوء للوائح، ولا لازم يبقى في عقوبات اكثر قوه كمان على الشكل اللي شفناه؟ الشكل اللي احنا شفناه ده الصح بقى؟ انت بتتكلم في الصح؟ اولا اللجنه الخمسيه دي تمشي اسمع من تمشي، يتعامل بقى يجيب لا خبراء يحطوا بقى يحطوا شروط تفرز لنا ناس قادرين ان هم يقودوا الكوره في مصر. يعني شروط تفرز ان احنا يبقى عندنا ناس او لجنه بحجم الكره المصريه. لكن انت حاطط شروط ايه؟ شروط افرزت لنا عن لجنه خماسيه يعني اقل كتير جدا من اداره المشهد في الكره المصريه. يعني مع احترامي مثلا، مع احترامي ايه انجازات، مع احترامي طبعا ايه انجازات الاستاذ عمرو الجنايني عشان يبقى رئيس اتحاد الكوره؟ ايه انجازات هي استاذه سحر عبد الحق مع احترامي ليها برضو ايه انجازاتها برضو ايه؟ الاستاذ الكابتن احمد عبد الله يعني هو خد كاس العالم؟ انا يعني مش عارف.
يعني ايه انجازاته برضه عشان يبقى موجود في اللجنه الخماسيه. كابتن محمد فضل مع احترامي ليه يعني اثبت لنا برضه في كام موقف ان هو لا غير مؤهل. هو الواضح كده ان في تعاطف مع النادي الزمالك من قبل المسؤولين طبعًا. يعني في تعاطف مع النادي الزمالك بخصوص العقوبه دي وبخصوص ما حدث في مباراه السوبر. يعني التعاطف واضح جدا والانتماء واضح جدا. يعني انا كمسؤول مثلا في الاتحاد المصري لكره القدم او في اللجنه الخماسيه انا بنتمي لنادي الزمالك ومعروف للناس كلها انا منتمي لنادي الزمالك. فلما باجي ادي عقوبه بغض النظر بقى هيطلع يقول لك اصل هي لجنه مش عارف ايه هي اللي طلعت العقوبه او لجنه ايه، لا في الاول وفي الاخر اكيد بيبقى في تواصل، اكيد بيبقى في توصيه. فالواضح ان ده اللي الدنيا ماشيه بيه في اللجنه الخماسيه للاسف الشديد يعني. بالظبط. فانت بتتكلم لا لازم المنظومه دي كده كلها تتغير ويتحط شروط تفرز لنا ناس قادره ان هي تقود الكره المصريه. العقوبات اللي حصلت دي اصلا دي فضيحه، انا بشوفها انها فضيحه، دي كفيله اصلا ان الاتحاد ده ما يكملش ثاني يوم. انت عارف يعني ايه اتحاد كوره مسافر كله في ابو ظبي وبيرجع لسه يعني ما يعرفش العقوبات؟ يعني بيرجع يتفاجئ بالعقوبات؟ ده تصريح على لسان كابتن محمد فضل بالمناسبه. دي كارثه. امال انت سبت ايه للجمهور وسبت ايه للانديه؟ امال الانديه اللي تعرف يعني او الجمهور قال لك انا اتفاجئت بالعقوبات والله وانا جاي، يعني انا رجعت بالليل والعقوبات كانت طلعت الصبح فاتفاجئنا بيها. هو انت العقوبات دي والله ده تصريح يا جماعه. هو انت يعني هو انت دلوقتي المفروض ان انت العقوبات دي انت مش بتتعرض على اللجنه؟ مش بتتعرض على اللجنه الخماسيه يعني طبعا. ده من باب اول حتى لو ملهاش دخل فيها يعني. اما القرار بيطلع عن مين؟ عن الاتحاد في الاخر، عن اتحاد الكوره. الله ينور عليك. فانت تقول مش بيقولوا مثلا اعلنت لجنه كذا كذا على العقوبات، لا بيقولوا اتحاد الكوره اعلن عن كذا. بالظبط. فانت من باب يعني بديهيا كده يعني يا اخي ارجع الاول وشوف العقوبات دي تاثيرها هيبقى عامل ازاي، بيبقى انك مسؤول. حاجه كارثيه والله، وحاجه عبثيه، حاجه كل يوم تملي باكد كل يوم بتستمر فيه اللجنه الخماسيه بعد العقوبه اللي حصلت دي. والله احنا داخلين على مشهد تاني عبثي تاني هتتفاجئ بيه قريب. ربنا يستر. يا ربنا. عايز اختم معاك بمباراه سان داونز، وكنا بنتكلم عنها وبنتكلم عن امكانيات فريق سان داونز. انا عايز اتطرق لتشكيل النادي الاهلي المتوقع من وجهه نظرك. تشكيل النادي الاهلي المتوقع في الماتش ده محمد شناوي طبعا في حراسه المرمى. تمام. خط الظهر ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. تمام. الباكين محمد هاني وعلي معلول. محمد هاني مش احمد فتحي. محمد هاني وعلي معلول. خط النص طبعا اليو ديانج وعمر السليه. قدام بقى لا يعني في قصه المركز الحائر في الاهلي، انا مسميه كده اللي هو مركز المهاجم. المركز. طب قبل المهاجم انت عندك ثلاثه تحت. ماشي. الثلاثه اللي تحت يعني انا بفضل قفشه في مركز صانع اللعب، على اليمين حسين الشحات، على الشمال وليد سليمان او كهربا. بس او كهربا بالمناسبه يعني، بس انا وليد سليمان عنده خبرات افريقيه طبعًا كبيره جدا. عندي يعني لاعب لا غنى عنه في اي ماتش افريقي. اكيد طبعا. وقدام اجايه. مركز المهاجم اجايه. بس انا عايز اكد على حاجه. طبعًا. بقى لازم بادجي في الماتشات اللي هي بتاعه الدوري بشوف ان بادجي لازم يبدا اساسي. اللاعب ده انا لسه متفرج قبل ما اجي لك على ماتشات ليه. لا خلي بالك لاعب هايل جدا. اللاعب ده لو خد في الدوري مش دوري ابطال افريقيا دلوقتي يعني كدوري مصري تجهيز ليه، تجهيز ليه. اللاعب ده هيفرق مع الاهلي كتير جدا الفتره الجايه. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. توقعاتك للمباراه سريعا ان شاء الله. يعني متوقع ان الاهلي يكسب 2-0 3-0 يا رب يا مسهل ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بنورك والله يا امير، ببقى سعيد بوجودي معاك. احنا اسعد بكل تاكيد. الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كمان كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده واخيره لهذا الاسبوع من نفس البرنامج. استنونا ان شاء الله، الى اللقاء.